Solve the systems graphically and indicate whether the each solution region is bounded or unbounded. Find the coordinates of each corner point. عندنا 3 inequalities non-negative restrictions. نرسم في الربع الأول. نجيب نقطتين على كل equation. طبعا هنقول هنا يساوي. هتبقى equation تمثل معادلة خط. نحط الاكس مرة بصفر ومرة الواي بصفر يديني احداثيات سهلة. فلو الاكس بصفر الواي بعشرة، الواي بصفر الاكس بخمسة، يبقى صفر وعشرة اللي هي النقطة دي، وخمسة وصفر اللي هي النقطة دي. ونسمي الخط ده رقم واحد، واحد، اتنين، تلاتة. عايزين الأقل، وبالتالي الجهة دي محصور مع المحورين. الخط الثاني صفر مع سبعة وسبعة مع صفر، النقطة دي والنقطة دي نوصل بينهم بخط. طبعا هيظهر تقاطع، نحاول نظبطه. اتنين، وشكل التقاطع هنا اهو، تلاتة مع اربعة. الخط الثالث لو الواي لو الاكس بصفر تبقى الواي بستة، ولو الواي بصفر الاكس باتناشر. اتناشر وصفر وصفر وستة، ونوصل الخط وناخد بالنا من التقاطع عشان ما نضطرش نحسب. الخط ده رقم تلاتة، وكله عايزين الأقل، وبالتالي الجهة المحصورة بين المحورين وأقرب خط للمحاور أو أقرب كوردينيتس للمحاور، وبالتالي النقطة دي والنقطة دي. الحل طبعا bounded region والكوردينيتس الكورنر آسف الكورنر بوينتس كوردينيتس اللي هنقولها دلوقتي، صفر وصفر طبعا، خمسة وصفر، صفر وستة. طبعا النقاط دي سهلة، بعدين التقاطع اللي هو النقطة دي والنقطة دي اللي هي تقريبا دي. هنا تلاتة مع أربعة، وآخر نقطة اللي هي اتنين مع خمسة. هتقدر تجيبهم من الرسم وتقدر تجيبهم من تقاطع الخطوط. يعني الخط واحد مع اتنين متقاطعين في النقطة دي، أساويهم أحل الاتنين دول وأجيب التقاطع. الخط تلاتة مع الخط اتنين متقاطعين في النقطة دي، ممكن اسويهم يعني احل الاتنين دول مع بعض واجيب التقاطع. ولكن لو من الرسم واضح خلاص.